وهو شيخ كبير جامع
من سرورهم في هذه البلاد، فنقول لهم أهلا وسهلا في هذا المكان الذي نود أن نستفيد من كل ما يقولون في هذا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فجاء لتفكيرنا ببعض ما نحتاج إليه، فهذا هدف من أساسيات طالب العلم، أن يستنسي ويستزيد من كل ما يمكن من وسيع. فلذلك تقام مثل هذه اللقاءات الثقافية سواء من الإدارة أو من الاتحاد، فهذا من جهود اتحاد الطلاب والإدارة تشاركهم في هذه اللقاءات أو الترتيبات. فنسأل الله للاتحاد وللمنظمين وللجميع الطلاب والطالبات حسن التوفيق والسلام. أما من هو المحاضر ففي نبذة قصيرة عن محاضرنا الشيخ حسن سوري، مكان دراسته من خريج جامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية، من أكبر جامعات العالم الإسلامي. من هناك تخرج، أما عمله حاليا في تركيا فبعضهم يعرفونه وبعضهم لا يعرفونه، فهو المدير معهد عبد الله بن مسعود في مدينة وغدون، ومسؤول الدعوة في الجمعية الإسلامية في بوركينا فاسو، جمعية أهل السنة في أهل السنة في بوركينا فاسو، ومحاضر في كلتا الكليتين الجامعة النهضة وكلية الهدى اللتين مقرهما في العاصمة السياسة وغدون، إضافة إلى هذه وتلك لهم مشاركات في الندوات في المحاضرات في الدروس
والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارحة زي بدء أقدم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد كرمدري أمين كلية القرآن على ما منح لي هذه الفرصة للقاء مع أخواتي وأحبابي في الله طلاب العلم وحملة العلم وأبناء الأمة الإسلامية كافة، وشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راري وقيل كلية الفرقان. كذلك أقدم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أبينا جلو مدير شؤون الطلاب، وكذلك الشكر موصول إلى جميع أساتذة كلية الفرقان وأوائلهم جميعا. في الحقيقة هذه المحاضرة عبارة عن جمل قليل أريد أن أقدمها لكم بين يدي مشايخي وأساتذتي. فهؤلاء العلماء وهؤلاء الأساتذة مشايخي، ما إني ما أقول بين يديهم إلا أن أشكركم شكرا جزيلا على حسن ظنكم بي. فكي لا أطيل لكم الكلام أقوم بالموضوع الذي أود أن أقدمها لكم، وهي عنوان المحاضرة المنهجية في طلب العلم، المنهجية في طلب العلم. إن طالب المبتدئ في أي فن من فنون العلم يجد نفسه أمام كتب ومسائل ومثائل الذي يتلوه بين يديه صغيرا، وهي كذلك، وربما يظن انه لا يستطيع الحصول على مناره والوصول الى درجه عاليه فيه، ولكن في حقيقه الامر اسهل مما يتصوره وأيسر مما يراه لمن صاحبه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أدع بين يديك الدليل إلى العلوم الشرعية، أوقفك على قواعد لنيل أي علم تطلبه. فالقاعدة الأولى الصدق مع الله والإخلاص له في الطلب أو في طلب العلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب على طالب العلم
أن يخلص نيته في الطلب ويكون قصده وجه الله عز وجل، وليحذر غاية الحذر أن يجعله سبيلا لنيل الأعراض من حطام الدنيا الفانية، وطريقا إلى أخذ الأعواض من الخلق، وليتقي المفاهق والمباهات به، وأن يحذر أن يكون قصده نيل الرياسة واتخاذ العتمة وأخذ المجالس. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي لطالب العلم أن يخلص في الطلب ويجدد للصبر عليه عظيمته، فإذا فعل ذلك كان جديرا أن ينال منه بغيته. وهذه نقطة مهمة نجد الآن في الآونة الأخيرة من بعض طلبة العلم الاستنجاء إلى أخذ المجالس واتخاذ الأطباق قبل أن يتأهل، ينسب كرسي الفتوى والتدريس قبل أن يتأهل. والعلماء يقولون: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. قبل أن تتصدر تأهل أولا ثم تتصدر الآن للتعليم والتدريس والفتوى. فهذه النقطة الأولى أو القاعدة الأولى، الإخلاص في طلب العلم، وأن يكون طلب للعلم وجه الله سبحانه وتعالى. تنوي رفع الجهل أولا عن نفسك، ثم طلب الآخرين إذا ما تعلمت ودرست وفهمت. ثم القاعدة الثانية: التضرر إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والخضوع له في كل وقت. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى طالب العلم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء دائما وأبدا، لا سيما إذا صعبت عليك مسألة، فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمك إياها وأن يسهلها لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت له مسألة الملاءنة قال: اللهم افتح، وجعل يدعو الله سبحانه وتعالى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح من ذلك. ولا شك أن طالب العلم أحيانا يجد صعوبات في بعض المواد وفي بعض العلوم الشرعية. على سبيل المثال نلخص: الميراث غالبا ما الطالب العلم يجد الصعوبة في فهمه، بالإضافة إلى المواد اللغوية كالنحو والصرف
وغيرها. فعلى طالب العلم ان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يفهمك اياها وان يسهلها لك. لا تيأس، لا تقل لي ما دام انني لا افهم الماده، حاولت وهاولت لكن لا افهم، اذا اسهل. لا، المؤمن لا يأس من رغب الله سبحانه وتعالى. ادعو الله عز وجل يفتح لك ان شاء الله. اذا هذه النقطه الثانيه والقاعده الثانيه التي يجب على طالب العلم ان يدعها بين نصبعين. الامر الثالث او القاعده الثالثه الاعتناء باصول العلم وقواعده. من المعلوم ان الانسان اذا اراد مكانا فانه او فلا بد ان يبحث عن الطريق الموصل اليه، يبحث عن الطريق الموصل اليه. واذا تعددت الطرق فانه يبحث عن اقربها، عن اقرب الطرق وايسرها، يبحث عن اقربها وايسرها. ولذا كان من المهم لطالب العلم ان يبني علمه على اصول، ان يبني علمه على اصول ولا يتهبط خط اشواك. فالعلماء يقولون فمن لم يتقن الاصول علم الاصول، فالاصول هي العلم والمسائل هي الفروع كاصل شجره واغصانها. اذا لم تكن الاغصان على اصل جيد فانها تسقط وتهلك. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في وصية ذهبية لأبناء الأمة الإسلامية: ثم إني أقصكم على الاهتمام بالقواعد، قواعد الشريعة، فتحفظوا الأصول والقواعد. كونك تحفظ أفرادا من المسائل هذا أمر طيب، ولكن لا تعدو أن تكون عامية، لأن العوام يحفظون المسائل مبردة. لو سألت العام في الشارع ما حكم الخمر؟ يقول لك حرام. ما حكم الخمر؟ يقول لك حرام. ما حكم السرقة؟ يقول لك حرام. المسائل تدركها. لكن أنت كطالب العلم تبني علمك على أصول وعلى قواعد. قاعدة واحدة ممكن أن تنزل عليه مئات المسائل، فهذا هو العلم. أصل نفسك على القواعد والضوابط الشرعية. وهنا أخص طلبة العلم بالاهتمام بالأصول والقواعد. الأصول والقواعد حفظها وضبطها، فهذا هو العلم. أما أنك تحفظ مسائل مفردة أو أفرادا من المسائل، حكم كذا حكم كذا، نعم أمر طيب، ولكن هذا لا يخرجك من الجهل. القاعدة الرابعة: العناية بحفظ متن مختصر في ذلك الفن الذي يطلبه. فمثلا في العقيدة يحفظ متن الطهاوية، متن الطهاوية ومتن كتاب التوحيد، وفي الأسماء والصفات لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقواعد المسلم
له الشيخ محمد بن صالح الحسيني والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح خليل خراس، وكذلك تقريب التذمرية للشيخ محمد بن صالح الحسيني، كذلك الكتاب الهموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي مصطلح الحديث يحفظ متن ألفية السيوطي في علم الحديث، إن استطاع وإذا كسر قيمته يحفظ مختصرها المغنية في علم المصطلح، المغنية في علم المصطلح، وكذلك ألفية العراقي، ألفية العراقي أفضل من ألفية السيوطي، إلا أن نظمه أصعب من ألفية السيوطي. هذا ما يتعلق بمصطلح الحديث. وهناك متون أخرى كالبيكونية وكذلك نهضة الفكر للحافظ بن حجر الأصقلاني، يحفظ هذه المتون ثم يجتهد في بقية الكتب كالفاحص الحسيس لابن كثير، الموخذة للإمام الذهبي، النقط لابن حجر أو المتمم وهلم جرا. في كل فن حاول أن تحفظ مختصرا في ذلك الفن، في الفقه، في الحديث، متن الأربعين النووي، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم الرياض، ثم صحيح مسلم، ثم أفراد البخاري، ثم اللؤلؤ والمرجان في متفق عليه الشيخان إلى آخره. لكن إذا كنت تتمتع بقوة ذاكرة احفظ رياض الصالحين بدلا من بلوغ المرام، لأنه أوسع من بلوغ المرام. وإن كسرت همتك احفظ بلوغ المرام، وهكذا في بقية الفنون. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: مما ينبغي لطالب العلم مراعاته عند طلبه لأي فن، أولا حفظ متن مختصر فيه، حفظ متن مختصر فيه، فقه، حديث، نحو، أي علم، حفظ متن مختصر فيه، هذا هو أول شيء. ثانيا ضبطه وشرحه على شيخ متقن يبين لك الزيادات والنقص، اختلاف النسخ، هنا فيه زيادة وهنا فيه نقص، ليس مجرد أن تحفظ ما أشرت به عند شيخ ما على شيخ متقن، أن يبين لك ما فيه زيادة وما فيه نقص في النقل، هذا هو الأمر الثاني. ثالثا عدم الانشغال بالمطولات، وهذا ما يضر كثير من طلبة العلم، عدم الانشغال بالمطولات. طالب العلم يأتي ويفتح المبنى للقراءة، المغني لابن القدامى يقرأ هذا قبل أن يقرأ الأمدة أو الأمدة أمدة الأحكام، ما قرأ هذا الكتاب وانتقل مباشرة إلى المغني أو شاب المؤدب، هذه مطولات يا شيخ، يبدأ من المختصرات أو زاد المستقبل، هذه المطولات، تعال لتحفظ، يبدأ بالمختصرات أولا ثم
ترتقي شيئا فشيئا حتى تصل الى المطورات. اما انت تذهب الى المطورات مباشره وتقرا بعض المسائل، ثم اذا جلست بين زملائك واخوانك قال المغني وماذا؟ انت ذهبت الى بعيد يا شيخ، هذه مسائل فقد هذه حفظتها تعلن لزملائك. اصل نفسك اولا، هذا هو العمق السادس. اما الرابع، لا تنتقل من مبنى الى اخر الا بموجب. انت بدات تحفظ على سبيل المثال متن الطهاوية، فرأيت أحد الشيوخ يشرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وأنا شرحت فيه زي متن الطهاوية، فلك أن تفكر هذا. أدرك الشيخ، أدرك الشيخ، يعني الحق مجلسك. تابعه في ماذا؟ في شرح كتاب التوحيد، هذا موجب. فإذا انتهى ترجع إلى الإله ما شرحت كبده وهو متن الطهاوي. أما بدون هذا فلا تنتقل من مختصر إلى آخر إلى موجب، وهذا أيضا مما يضر طلبة العلم. يبدأ حفظ متن مختصر مما اليوم تجده ماء عقيدة الواسطية، غدا تجده ماء الطهاوية، بعد غد تجده ماء الآجرومية، لا تدري أي كتاب أصلا يحفظ، إنما فقط يتنقل هكذا فقط في الكتب، بيت بيتين ثلاثة أبيات يتوب وينتقل إلى متن آخر، لا، هذا تغيير للوقت. إذا شرعت في هذا المتن حاول أن تكمل الحفظ ثم ننتقل إلى أخرى. ثم الأمر الخامس اقتناص القواعد والضوابط العلمية. طالب العلم لا يخلو في جيبه قراصة جيب، يضبط القواعد والقواعد من خلال المحاضرة والدروس العلمية، يكتب القواعد يقيد. أما طالب العلم بلا قلم ولا دفتر جيب هذا شبه ماذا؟ تاجر ولا طالب علم؟ تجد طالب العلم ما عنده هذا القلم، القلم إذا أراده يستعير، إذا أراد الورقة يقول من عنده ورقة؟ صحيح يعني حتى أكتب شيء يكتب ثم يرميه بالقمامة في الغالب، هذا لا ينبغي في طلب العلم. طالب العلم المجيد يجتهد دائما تجد معه قلم وفراسة ضبط المعلومات والقواعد. طيب هذا هو القاعدة الرابعة. ننتقل إلى الأمر الخامس أو القاعدة الخامسة، جمع النفس للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا. اليوم طالب علم، غدا تاجر، بعد غد لا يأمل لا في التعليم ولا في التجارة، هذه أيضا تغيير للوقت فوضى. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك، اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، لا تبقى ساكنا، فكر فيما وصل إليه علمك من المساعي والدلائل حتى ترتقي شيئا فشيئا، واصطعن بمن تثق به من زملائك وإهمالك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة. فلا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني
في ماذا؟ على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب. بمراجعة الكتب، عندك مسألة بحثت عنه ولم تجد، استعن به ملائكتك وإخوانك، عندي مسألة فلانية أرجو منك أن تساعدني على تحقيقه. بمراجعة الكتب وتقريب بدون الكتب للبحث عنه. ولا تستعين، هذه هيان لا ينال به العلم. والأمر السادس مما ينبغي لطالب العلم، أو القاعدة السادسة مما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن الأشياء. تلقي العلم عن ماذا؟ عن الأشياء. من كان شيخه كتابه فخطأه أقصر من صوابه. من دخل في الكتب وحده خرج وحده. الشيخ صالح الفوزان يقول: الكتب سلاح، الكتب سلاح، يحتاج من يدربك، وإلا تقتل نفسك وتقتل غيرك. فيها أمور عظام الكتب. ليس كل ما في العلم يطلب منك نشره، هناك أشياء وأشياء كثيرة العلماء سقطوا عنه، ليس جهلا به وإنما للفكر. إذن فتلقي العلم عن الأشياء، طالب العلم يستفيد بذلك فوائد عدة، منها اختصار الطريق، اختصار الطريق، فبلغ أن تذهب إلى الكتب وتقلب صفحات الكتب وتبحث عن المسألة، ثم تبحث عن الراجح والمرجوح وسبب الضعف، عندما تجد بين يدي الشيخ في أقرب وقت ممكن يقول لك الراجح كذا، وأما هذا القول مرجوح بدليل كذا وكذا وكذا، أقرب وقت بسهولة. اختصار الطريق، هذه من فوائد تلقي العلم. الأمر الثاني السرعة في الإدراك، إذا قرأت على عالم تدرك بسرعة وتفهم بسرعة بمجرد القراءة يتضح المعنى. أما إذا ذهبت وحدك هكذا ربما تقرأ خطأ، ربما تقرأ خطأ وترجح المرجوع أصلا ظنا أنه راجع. ثم الأمر الثالث الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين، هناك ربط بين العلماء وطلبة العلم. نحن اليوم نلاحظ أن هناك فجوة بين طلاب العلم والعلماء، فالعلماء في وادي وطلبة العلم أيضا في وادي، والعلماء يتكلمون وطلاب العلم يتكلمون، والعلماء يفتون وطلبة العلم أيضا يفتون، والناس الآن في حيث بيسا. خيارا لا يدرون أين يتجهون، والعوام يقول العلماء اختلفوا بينما أهل العلم وطلبة العلم، أو أهل العلم والجهلاء، وإن أهل العلم الحقيقة لا خلاف بينهم، حتى وإن حصل في الفروق في مسائل الاجتهادية لا في الأصول، لكن اليوم نلاحظ حتى في الأصول الاختلاف في الأصول. هؤلاء علماء ولا طلبة العلم، طلبة العلم. فهناك فجوة بين طلاب العلم والعلماء، لكن الطالب العلم إذا تلقى عن شيء يكون هناك ربط بين ماذا؟ بين الطالب والشيخ، كابن تيمية والإمام ابن القيم. مسألة القول بفناء النار
الشيخ الألباني يقول في غالب ظني أن الإمام ابن تيمية قد قال بذلك، ليس من خطه وجد، ولكن بمتابعة الإمام ابن القيم، فله هذا القول في كتاب الروح. والإمام الألباني يقول أنا أشك نسبة هذا الكتاب أصلا للإمام ابن القيم، بماذا؟ لكثرة المسائل التي توجد في هذا الكتاب غرائبة. لكن الإمام الألباني يقول متابعة الإمام ابن تيمية ممكن نقول 99% يوافق ابن تيمية، فيقول هذه قرينة قوية تدل على أن الإمام ابن تيمية فليقول بهذا القول، وإن لم يقف على خطه. إذا هناك ربط بينه وبين شيء لا يفارق شيء، غالبا ما تجده هو يرجح ما رجحه شيء. إذا هذه فائدة طرق إليه المشاعر، لا أنت تعود العلم هكذا فقط في بطون الكتب. إذا هذا ما يتعلق بالنقطة الثالثة. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين طالب العلم يستعين بالله أولا ثم بأهل العلم، لا الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة في الكتب، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل، إلى وقت طويل. واليوم الناس طلبة العلم ما عندهم وقت، يريد 4 سنوات انتهى خلاص مفتي، 4 سنوات انتهى خلاص أنا انتهيت خلاص، ما فيه مسألة إلا وأنا قد مررت بها. 4 سنوات يا شيخ، 4 سنوات ما يمكن هذا، 10 سنوات لا، 20 سنة لا يا شيخ، يحتاج إلى وقت طويل، وقت طويل، ثم ماذا؟ ثم تصل إلى المغرب. إذا هذا كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في هذا الباب. الأمر السابع أو القاعدة السابعة التهذيب قبل الدرس. التهذيب قبل إيه؟ قبل الدرس. طالب العلم قبل أن يأتي إلى الجامعة يراجع الدرس أولا. غدا عندنا مادة أصول الفقه، إذا في تلك الليلة أراجعه، أراجع المادة ثم أكتب ملاحظاتي والإشكاليات والغوامض، كلمة الفلاني نعم عندي إشكال حول هذا الكلام، يكون بماذا؟ في دفتري قبل مجيئكم الجامعة، قبل الإتيان. ثم عندما تدخل في الفصل ذهنك قد ترسم الموضوع تماما، الشيخ عندما يشرح أنت بعد الدرس تسأل المسألة الفلانية أو كلام الفلاني أو كلمة الفلانية شرح لك الشيخ، أما أنت تأتي هذه ذهن تماما، الشيخ يتكلم هو في وادي وأنت في وادي، لا تفهم ما يقول الشيخ، هذه أي مشكلة. فلا بد أن ترتب على هذا التحضير قبل الدرس، يعني قبل ما تأتي الجامعة راجع الدرس في البيت بمفردك، بمفردك تقرأ، ممكن أن ترجع ما ترجع في نفسك قبل الأتي الجامعة، ثم تستمع إلى ما يقوله الشيخ، فإذا رجح الشيخ ما رجحته هنا تقول ما شاء الله أنا اجتهدت وأصبت الشيخ رجح ما كنت أعتقده أنه راجع في المسألة، الشيخ لم يرجح ما رجحت بدليله، تنظر أدلته الدليل وتصحي ما عندك الآن الأخطاء الذي وقعت به وهكذا. فأخص إخواني طلبة العلم بأن يسلكوا هذا المنهج وهذا الطريق، وبهذا تحصل العلم.
الأمر الثاني المذاكرة بعد الدرس. المذاكرة بعد الدرس. بعض طلبة العلم ما الواحد إلا يأخذ إلى يوم الامتحان. الامتحان بكي كان يوم أسبوع يقول خير الآن ما في نوم. يحفظ كل ما يحتاج منه ويختصر كل ما يحتاج الاختصار ويمتهن وينجح. نعم هو راجع للامتحان وللنجاح نجح. بعد الامتحان تسأله مسألة تعريف التعليم شيء ما يستعمل لأن المراجعة لم تكن لإليه وإنما للامتحان. للامتحان هذه مشكلة. أنت راجع راجع لإليه لا للامتحان. كلما أهزت راجع لا تترك عمل يوم غد. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. مع النفس تجلس مع نفسك وتتصفح الكتاب وتلخص الكتاب وتعلق ما يحتاج الى تعليق وهكذا تراجع في نفسك. المراجعه مع الغير تطلب ما تثق به من زملائك واخوانك. تجلس تعرض مساله وتقومون بالبحث عنها. مساله فلانيه نقوم بالبحث عليها وهو يبحث عن التفاصيل ثم تلتقيان وتجلسان وتقول ماذا وقفت عليه؟ انا اذا وقفت الى كذا وكذا وكذا وانتهى البحث الى كذا، النتيجه هو كذا، وتنظر زميلك ماذا وصل اليه؟ هذه يعني طريقه للمراجعه. اما طالب العلم يمشي لا يراجع الا اذا قرب الامتحان، هذا ليس منهج علم. غير منهج منهجك على شيء. ان كان هذا هو المنهج غيرها. هذا لا يصير. نعم. الأمر التاسع إذا أقدمت على دراسة أو قراءة كتاب ما فلا تحدث نفسك بإعادته. ماذا إذا مسكت الكتاب للقراءة لا تحدث نفسك لإعادته. أنا سأعيد القراءة مرة ثانية تقول هذا هو نهاية لا أعيد عليه أو لا أعود عليه. فهنا تستطيع أن تحفظ كل ما يحتاجه منك لأنك تعرف أن الكتاب إذا خرج من يدك خلاص انتهى فأنت تحزن المعلومات في ذلك. أما إذا جعلت في ذاكرتك أنك ستراجع الكتاب مرة ثانية خلاص. وأنا قد لاحظت أن بعض الإخوة بعض إخواني يعني لما كنا طلبة الجامعة أعمى زي عندي فهم هو أعمى لا يرى مجرد ما يدخل هذا الدور يشرح الدرس عندما ينتهي يقول من يستطيع ان يريد الدرس يقول انا. اختبرت سالته كيف انت؟ قال انت ممكن تمشي تراجع الفكر. انا اسمع نهائيا من الدكتور فقط ما يدري من يراجع الفكر. فاذا لا تحدث نفسك باعادته مره ثانيه. بهذا ممكن تختبر كل ما في الكتاب. اما اذا كنت تظن انك محتاج خلاص انا ممكن ارجع في بيت وراجع. حتى بعض الاخوه في الطلبه في الان الدكتور يحاضر وياتي بالمسجل الى امام الدكتور سجل المحاضره ثم يشوش ما يستفيد. يقول ما دام عند المسجل يسجل خلاص عندما قلت اعود الى البيت اعيده مره ثانيه. يا شيخ سمعك من الشيخ يعني يطرق لك اثار طيبه. الاحتفاظ مع المشايخ والجلوس بين يدي المشايخ فيه فوائد كثيره. مجلس الامام احمد كان الاف لكن الكثرة قليل. بقيه الناس اعوام وانما فقط ينظرون الى صمته وغروبه وادابه. واضح يا اخواني؟ اذا انت لا تهتم بالتسجيل وانا اسجل او عندما اعود الى البيت انا ساراجع الكتاب مره ثانيه. لا، مجرد ما تستمع المحاضرة من الدكتور أو من شيخك خلاص أنت احتفظت به. ما تحتاج إلى إعادته مرة ثانية. ثم الأمر العاشر الجد والاجتهاد والإدمان
والمصابرة على تقصير العين. يا أخي لا بد أن تصبر، لا بد أن تجتهد، لا بد أن تتعب، لا بد أن تصبر في طلب العلم. العلم لا مانع هكذا براحة الجسم هكذا مرتاح كل شيء تمام، أنت تريد كل شيء تمام، لكن تريد أن تنعس في أي مجال، في مجال الراحة وفي مجال المحبوبة وفي المركب وفي المسجد. لا يا شيخ، طلب العلم لا بد من الصبر، تصبر، هذا وقت تقطعه إن شاء الله وينتهي هذه المرحلة. فينتهي هذه المرحلة عن قريب ما. يقولون عندما كنا طلب العلم أو لما كنا في الجامعة كان كذا وكذا ذكريات. كأن لم يكن. هؤلاء المشايخ لو ذكروا لكم تاريخهم في التعليم والطلب تعجبون. كيف كان هذا؟ كيف صبرتم على هذا؟ نحن اليوم لا نطيق هذا. بالصبر، بالصبر يعني تصل الى ما تريد. والامر الحادي عشر والاخير الصبر. اكمل بالصبر، اي لا بد من الصبر. طالب العلم يصبر على الجوع، يصبر على العطش، يصبر على البول والى اخره. ثم ينال ما يريد. الامام مالك قرات له انه باع صاحب بيته وشرى الكتب، وشرى ماذا؟ الكتب شدة الفقر، لكن هم يعرفون قيمة العلم. باع كل ما لديه لأجل العلم، اشترى ماذا؟ الكتب. فلا بد أن تصبر يا شيخ، الصبر، الصبر في طلب العلم. وهذا ما سترته نظرا للملاهنات في الموضوع. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صالح أعمال أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الأخير أجدد الشكر أيضا لمشايخي وأساتذتي الدكتور محمد كرميني والدكتور محمد طروي والدكتور تبيان بقرو والدكتور وفضيلة الشيخ، وجدير أن نقول الدكتور تبروك الدكتور، الدكتور أبيدة جنب ويحبه في الله جزاك الله خير. فيه الدكتور للشرع لما افتتحت الجامعة الإسلامية والدراسة تحولت إلى أكاديمية وطلبوا الشهادات من مشايخ، الدكتور الشيخ عبد العزيز بن باز ما عنده شهادة، والشيخ الألباني عنده شهادة الابتدائية. أعطيك شهادة دكتورة كرم الله يكفيني لا إله إلا الله. محمد علي الشنقيطي وهكذا نفس الشيء، ما عندهم ما عندهم شهاده. ما هؤلاء العلماء الاجلاء والدكاتره يجلسون بين يدي هؤلاء المشايخ، لكن ما عندهم شهادات. ما عندهم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نسال الله ان يمن علينا بفضله. وهذا ما توصلت اليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.